النهارده حقيقة واضح في صب في المصلحه اعلنت عنه الحكومه في اهم يعني وسيله من وسائل المواصلات للمصريين، السيد كامل الوزير سياده الفريق كامل الوزير وزير النقل بعد اسبوع كامل قعدوا ينفوا ويكذبوا والله ما حصل والاستاذ كامل تقريبا حل بالطلاق ان احنا مش هنزود الاسعار واحنا بنحب المواطن ان هذا المواطن لم يجد من يحنو عليه. خرج النهارده السيد كامل وزير ليعلن على المواطنين رسميا زيادة تذاكر المترو والسكة الحديد خلال أيام أنا حيا ما أعرفش طب خلال أيام إمتى يا أستاذ قالك إن شاء الله ده النهاردة إيه 25 أسبوع بالظبط يوم أول أغسطس توكل على الله أول أغسطس إن شاء الله بإذن الله هنزود أسعار القطارات والمترو طب سؤال أنا حضرتك في 2013 ركبت المترو بجنيه دلوقتي تذكرة وصلت 10 جنيه أنا مش هتكلم بقى الـ بتاع القطر المكهرب ده بتاع عادل منصور وال 35 جنيه ده موضوع تاني. إنما المترو المرج حضرتك حلوان أو مترو الداخلي جيزة مترو. أنت عايز تزوده إيه تاني؟ طب والقطر اللي ماشي النهارده بين المحافظات أهالي الصعيد أو أهالي بحري والمناسبة أكتر من 80% من عمال وموظفي مصر بيستقلوا القطار. عبر المحافظات علشان يقضوا شغلهم يروحوا شغلهم تخيل قد ايه سوف يتحمل عبء جديد احمد السيد كامل وزير اعلن النهارده وبرر ان احنا هنزود الاسعار عشان احنا في مأزق هم في مأزق تتخيل ايه المأزق مزنوقين فيه ان شاء الله 85 مليار جنيه مصري بيقول عنهم كامل الوزيري اللي وزارته واخدة تريليون و700 مليار جنيه بيقول احنا معناش علينا مديونيات 85 مليار جنيه ولازم المبلغ ده بالصلاة على النبي نقلبه من جيوب المواطنين المصريين على اعتبار ان التريليون و700 مليار اللي الوزارة بتاعت النقل دي صرفتهم في الثلاث سنين اللي فاتوا دول بالصلاة على النبي كده جايين منحة من المملكة العربية السعودية او هبة جينا من الامارات او يمكن فتحوا لقوا كنز من الكنوز فصرفوا بيها التريليون و700 مليار الراجل اللي 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 صارف ومكلف مشروعات ملهاش علاقه باحتياجات المصريين الراجل اللي بالاسمنت والحديد يبني من هنا لغايه فرنسا كوبري ويزود كمان يدخل بعد فرنسا لجوه شويه الراجل اللي ضيع ميزانيه البلد كامل الوزير وزير النقل اللي يعني ما فيش شكاره اسمنت في مصر ما تعرفش اسمه اللي ما فيش طن حديد في مصر ما تسببش في غلاء سعره اللي اسمه محفور على الزلط بتاع الشوارع كامل الوزير اغنى وزارة واعلى وزارة في تاريخ مصر صرفت مصاريف طرق وكباري وكأننا هنعبد ربنا على الطرق والكباري كامل الوزير عايز هو وزارته مزنوقين في 85 مليار ما يجوش 10% من ميزانية الوزارة اللي صرفتها في الثلاث سنين اللي فاتوا علشان كده انت يا مواطن يا مصري اسعار التذاكر بتاعت المترو والقطارات المختلفه هتكمل الفلوس دي من جيبك ان شاء الله وهيطلعوا من جيبك